من أسبوع لأسبوع بيتجدد اللقاء من فيرجن ميجا ستور وسط المدينة بيروت لنتعرف على أفضل 5 ألبومات حققت على نسبة مبيعات لهالأسبوع. مثل ما حتتابعوا وتلاحظوا أنه التوب ما تغير من الأسبوع الماضي، كل الألبومات اللي حكينا عنها الأسبوع الماضي بعدها على حالها، ولكن اللي بدي أقوله أنه نحن الأسبوع المقبل بانتظار صدور ألبوم جديد للنجمة نانسي عجرم، وهو ألبوم الجزء الثاني للأطفال، وهو من إنتاج شركة أرابيكا وحيحمل عنوان سوبر نانسي. وأيضا إن شاء الله الأسبوع المقبل بتطل نانسي عجرم بالكليب اللي صورته مع المخرجة ليلى كنعان، فسلفا منقول لنانسي ولكل محبيها ألف مبروك الألبوم. نجي للتوب وبدنا نروح للتوب 5 لنعرف من هو أولى الألبومات بالمراتب، وهو ألبوم الأخوان شحادة وميشيل ألفترياديس اللي بعده محافظ على تواجده وبعده محافظ على المرتبة اللي كان فيها الأسبوع الماضي وهي التوب 5. من الألبومات اللي حافظت على تواجدها بالتوب 5 للأسبوع الثاني وبنفس المرتبة اللي كانت عليها الأسبوع الماضي هو ألبوم الفنان جوزيف عطية. جوزيف عطية عم بيتحضر لتصوير فيديو كليب جديد من هالمجموعة اللي قدمها بألبومه الجديد اللي حمل عنوان شو بتعمل بالناس. بدنا نقول لجوزيف للأسبوع الثاني أنت بالتوب 4. نتابع بجولتنا على الألبومات ونوصل لألبوم النجمة إليسا. هون بدي أقول أنه ألبومها للأسبوع الخامس مازال محافظ على التوب 3، ما عم بيسجل أي تقدم أو أي تأخر. أما بالنسبة لحفلة اللي بدها تطل فيها كانت الليلة باسطنبول والتغيت، بتعرفوا الأسباب بنهاية النشرة. بدنا نقول لإليسا ألف مبروك، ونحن بانتظار أنك تقدمي فيديو كليب من هالمجموعة لأنه أكيد الكليب حيحسن من نسبة مبيعات الألبوم. إذن للأسبوع الخامس إليسا هي بالتوب 3. مثل العادة أنا بتحدث بلسان محبي الفنان، وهو بدنا أحمل رسالة موجهة إلى السيدة ماجدة رومي من محبيها، يعني عم نتلاقي عبر تويتر أو الفيسبوك، وهي أنه يعجلوا بعملية مونتاج الحفل اللي طلت فيه بمهرجانات المترون لحتى يكون متوفر كDVD أكيد بالفيرجن وبأماكن تانية، ونتابعه ونشوفه عبر الشاشات. بدنا نقول لسيدة ماجدة مبروك، ألبومك مازال أيضا في الطليعة وهو محافظ على مرتبته وهو بالتوبته. مثل ما عم تلاحظوا انه للاسبوع الخامس الالبومات للنجوم اليسا ماجدة الرومي ووائل كفوري محافظين على تواجدهم بطليعه التوب 5 ومحافظين على تواجدهم، يعني ما البوم عم يتغلب على الاخر او عم بيسجلوا او اي تقدم او اي تاخر. فللاسبوع الخامس البوم النجم وائل كفوري ما زال محافظ على طليعه التوب 5 وهو بالتوب 1. هلا صار موعد اللقاء الأسبوعي لنتعرف أنا وأنتم على أهم العناوين اللي صدرت المجلات الفنية اللي صدرت اليوم.